أسباب التحاق بالجامعة هذه هو يعني مخرجاتها بعد كذا إن شاء الله حسب المتوقع حسب الخطة اللي قالها لنا مدير الجامعة حتكون مخرجاتها جيدة بحيث إنه الطالب هو محور الدراسة، الطالب هو اللي يسعى للمعلومة، يعني أسلوب الدراسة في الجامعة هو أسلوب ممتاز. الجامعة تعطي ليونة في أوقات المحاضرات، يعني في محاضرات صباحية في محاضرات مسائية. بخصوص البرامج اللي توفرها الجامعة مثلا بلاك بورد، فيه متابعة للمحاضرات نفسها، ممكن محاضرات اللي هي تسمى virtual classes أو محاضرات افتراضية تعطى للطلاب بوجود المدرس. الجامعة السعودية الإلكترونية لا تعطي شهادة انتظام بسبب اليوم اللي الطالب يحضره في الجامعة. الجامعة طبعا حكومية معترف فيها، يعني وهذا برضو أحد الأسباب المهمة لقوة شهادتها اللي تعطيها.